المجلس المحلي المنتخب، حضرات الضيوف الكرام من أهل البلد ومن الضيوف ومن أينما حللتم على هذا الاحتفال، رؤساء السلطات المحلية، أعضاء المجلس المحلي في البقيعة وفي كافة البلدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى تقلع سفينة البقيعة إلى مشوار جديد، وعلى متنها أهلها وطاقمها وربانها الجديد الدكتور سويد سويد الذي انتخبه الأهالي في انتخابات ديمقراطية حرة ليقود هذا البلد وليقود مسيرة هذه السفينة في طريقها إلى التطور وإلى التقدم في المستقبل. ولا يسعني إلا أن أتقدم باسم هذه الجموع الغفيرة بالتهنئة الحارة إلى الدكتور سويد سويد بمناسبة انتخابه، وأريد هنا أيضا بشكل خاص وبشكل شخصي أن أنقل تحية خاصة للدكتور سويد سويد من أخي الدكتور سويد سويد الموجود في أمريكا، ابن العائلة في عيلبون، والذي يعتبر نفسه أيضا ابنا لهذه العائلة في البقيعة، طلب مني بشكل خاص أن أتقدم بالتهنئة إلى أخيه وإلى زميله الدكتور سويد سويد بمناسبة انتخابه رئيسا لهذا البلد الوابع والآمن. كما نعرف موقع أهلا، موقع أهلا محيا، وهذه اللحمة الديمقراطية الحقة، مع العلم أن البقيعة في تركيبتها السكانية مكونة من 4 طوائف: يهود، إسلام، نصارى، دروز. إن هذه التكوينة السكانية تدل على كل التأشيرات الإيجابية في هذا البلد الأصيل الذي فيه هذا النسيج التعايش الحقيقي، ويبدو لي أن الـ4 طوائف هم بمثابة 4 إخوة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى الوعي ومدى عرى القربة والتآخي والعيش المشترك بين أبناء البلد الواحد. هذا النسيج الاجتماعي يعتبر نموذج حي لكل المجتمع الإسرائيلي في هذه البلاد. إنني أتوجه إلى أهالي البقيعة جميعا وأقول لكم هنيئا لكم، ثم هنيئا على هذا التلاحم الاجتماعي السياسي والتعايشي. نبارككم هذا النموذج الأخوي، ونبارك لكم جميعا النتيجة الديمقراطية، وكما يسعد أن أهنئ الدكتور سويد سويد هذا النسيج الاجتماعي. آمل منك يا دكتور الحفاظ عليه وتوثيقه في كل ما للكلمة من معنى، وآمل أن تختم هذه القرية لأنها تستحق الخدمة والتضحية والتفاني، وتستحق التقدم والازدهار. إن الله مع العبد ما دام العبد بعون أخيه. وفق الله البقيعة وسكانها ورئيسها، وإلى الأمام على ضرب الخير والوفاء والاتفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعامل مع احتياجات هذا البلد من حلول سكنية ومن أماكن عمل ومن أبنية للاحتياجات العامة من مدارس وما إلى ذلك. نحن لم نرسل الدكتور سويد سويد لوحده،
في هذا المشوار وفي هذه المهمة. إنسان لوحده حتى لو كان رئيس ليس باستطاعته أن يقوم بكل المهمات. نحن جميعا كمواطنين في هذا البلد وكمن يهم هذا البلد أيضا من خارج القرية، نحن رفاق للدكتور سويد في هذا المشوار، ونريد أن نتمنى له النجاح والتوفيق. وفي نهاية كلمتي أريد أن أتمنى لهذا البلد الوادع، وقل رب اجعل هذا البلد آمنا، ربي اجعل البقيعة بلدا آمنا لمواطنيه ولضيوفه، ونتمنى لهذا البلد دوام التوفيق والنجاح وإلى الأمام.